أزول أزول، جيسبر كو فوزالي بيان. مرحبا بكم للقناة في فيديو جديدة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم صبرينا من قناة صبرينا كوك أند لايف ستايل. اليوم راح نديكم في فلوغ، راح نوري لكم شوارع بجاية. هاد الفيديو تطلب مني بزاف، سورتو على انستغرام كي كنت ندير دي بتي ستوري في بجاية. ألوغ سورتو البنات ولا الناس تاع بجاية اللي ساكنين في الغربة، اللي ما عندهمش لا شونس باش يدخلوا للبلاد أكوز تاع الكوفيد، توحشوا البلاد، توحشوا بجاية، توحشوا النسمة تاعها. وكاين بزاف تاني دي جون اللي ما يعرفوش بجاية، الو قالوا لنا دينا في ان فلوغ ورينا باش نشوفوا بجاية ونتعرفوا عليها. الو ان شاء الله هذا الفلوغ راح يعجبكم. وبالنسبه للناس تاع الغربه، ان شاء الله راح تذوقوا النسمة تاع البلاد من خلال هذا الفلوغ. فرجه ممتعه، وما تنساوليش في اشتراك جيم اي كومونتير.
Je suis devenue spéciale.